يمكن هوني كانوا عيطوا له هاس بدل حسن وصار نيك نيم لإله. بتغاني من نوال الزغبي؟ أنا؟ ايه؟ لأنه في مشهد خلينا نشوفه. بدي خبرك خبرية عن عن مشروع الغيرة. عندي أنا نظرية للغيرة. يعني الإنسان عادة بيغار من حدا. ايه طبعا هي اللي بدي اياك تقوليه وبدي اياك تفوتي بالجو التحقيق قولي فوت ولا ما فوت؟ فوت تفضل يا حسن. منغار من نفس يعني منجيب شغلتين بيشبهوا بعضهم. خلينا نشوف الصورة. نظرية مايا دياب او فلسفة مايا دياب شو؟ ما بعرف شوف الصورة. مين متهم انك ما بتعرف مين المدام؟ هلا مين المدام؟ عم تتمسخر على المدام؟ انت قدها؟ مايا دياب او نوال الزغبي؟ انت قد المسخرة على المدام؟ مايا دياب او نوال الزغبي؟ هون انا مبينة نوال الزغبي؟ لا بصراحة انا ما شفت فيك ابدا. هيك انكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وانكتب بعدد من طب عندي شغلة بس نوال الزغبي او مايا دياب والله ضعنا. بس عندي سؤال اذا انا صرت او هون طلعت هي بس انا مش شايفتها على فكرة وانا يعني ما بكذب قول الحقيقة إنه هيدا تهمة يعني شيء مش منيح هيدا رأي الناس إذا هن شافوا هيك بيقولوا اللي بدهم إياه عادي يعني ليه نوال الزغبي شو بها فنانة افتخرنا فيها تعلمنا أغانيها افتخرنا فيها من زمان أو بعدك افتخر فيها عملت ترندز نوال الزغبي يا جماعة وقتها اللي كانت تعمل موضة اليوم مين بيعمل ترند؟ مين بيعمل موضة اليوم؟ نوال الزغبي أو مايا دياب؟ اليوم؟ ما بعرف مين بيعمل ترند؟ ما بعرف جاوب ما عم تقولي ما انت جريئة اسألهم جريئة أو لا مايا دياب انت بس ما فيك دائما تسأله بعيدة عن الغرور وبعيدة عن شوفة الحال طيب اليوم مين بيعمل ترند؟ مش عم بمزح مين ترند؟ بس أنا جاوبتك يعني مين فاشينيستا اليوم؟ مين فاشينيستا؟ لا فاشينيستا أنا فاشينيستا بس اللي قلته أنت مش أنا بجاوب عليه ما بتجاوب لا بس قلت لك المقارنة ليست بتهمة اوكي مايا مايا بس قلتي انه كنا نفتخر بنوال الزغبي يعني اليوم انت منك شايفه نوال الزغبي نجمه لا ما انا بس ايه لا ما تحرك ما عم حرك انت اللي قلتي إيه؟ لانه كان في زمن نوال الزغبي نحن كنا هالقد نحبه لنوال عم مش كنا يعني بطلنا طيب ما عم ترجع تعيدي الجمله عم تعيدي الجمله بطريقه ثانيه مايا عم تقولي زمن نوال الزغبي اليوم بطلت نوال موجوده من ضمن الزمن اللي انت عايشه فيه كان في زمن نوال الزغبي لحالها هي ومين؟ لا كانت لحالها نجمة نوال كانت؟ لا ما كانوا يقارنوا ببعض كانوا يقولوا نوال الزغبي وائل كفوري ما كانوا يقارنوا ببعض لأنه نوع الفن اللي بتقدمه نوال والغنية يختلف عن نوع الفن والغنية اللي بتقدمه كانوا يقولوا زمن نوال الزغبي وائل كفوري اليوم شو بنقول؟ عملوا غنية سوا ونجحوا كتير مع بعض اليوم شو بنقول؟ زمن وائل كفوري انت تعلمت تقول لي وانا تعلمت منك اسمع وامشي ما بلا دلع وبلا غنج لانه رح يقول لك رح يقول لك فانا بدي اقول اليوم مايا نعم وائل كفوري ومين اليوم؟ زمن وائل كفوري وزمن مين؟ زمن؟ ايه ما بسمي زمن شو بتسمي؟ بدي اسم ومين؟ انه نحن بنقول يا وائل وإليسا يا وائل ومايا انا هيك بشوف هلا الشغل هيك حفلتنا هيك مش وائل وهيفا؟ لا ما كثير بيعمل حفلات وائل ونوال لا بطل موجودين مع بعض مايا بعد شوي رح نحكي عن خوف الفنانات انه يطلوا الى جانب مايا دياب او مع مايا دياب